السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكون الجميع بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة بقى ان شاء الله عايزين نتكلم كده عن موضوع الزيوت واهميتها بالنسبة للطيور، لان احنا بنغفلها بطريقة غريبة قوي ومناخدش بالنا ان احنا مفروض ولازم علينا ان احنا نقدمها لطيورنا. النهاردة الفيديو هيتكلم عن الزيوت ديت وازاي اعمل منها تركيبة حلوة قوي قوي قوي، غالية جدا جدا لو هتجيبوها مستوردة. انا هنا هوفرها لكم بمواد من يعني من عند العطار، سهلة قوي ان انتوا تجيبوها وهتبقى رخيصة ومش هتعدي 40-50 جنيه بكتير قوي لو كنتوا جايبين منها كمية. ان شاء الله فيديو النهاردة يعجب حضراتكم، لو عجبكم بقى نعمل لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشرفني ويشترك في القناة، ونحاول نشير الفيديو على قد ما نقدر عشان يعني نعمل بس نوسع شوية انتشاره عشان اللي هو اللي مش واخدين بالهم من اهمية الزيت يعرفوها. النهاردة هنتكلم عن اهمية الزيوت، لان الزيوت مهمة جدا للطيور، مهمة قوي لريشهم، مهمة قوي المكون بتاع الزيت اللي انا هنضيفه. يعني انا عايزة اقول لكم تركيبة النهاردة زيوت طبيعية 100% حلوة جدا بالنسبة للطيور. مكوناتها سهلة وممكن هتلاقوها عند اي عطار. مكوناتها احنا كل المكونات دي هناخدها ونحطها في ازازة زي ما انتم شايفين كده، بس احنا هنجيب مجموعة من، هنجيب مثلا زيت نخيل احمر، هنجيب زيت زيتون، هنجيب كمان زيت جوز الهند، هنجيب زيت بذر الكتان، هنجيب زيت اليقطين، هنجيب زيت سمسم، هنجيب زيت حبة البركة. المجموعة دي كلها، وزيت جوز الهند كمان يا جماعة عشان انا نسيته، هنجيب المجموعة دي كلها كده وناخد منها يعني هو تقريبا بصوا الازايز الصغنونة دي ب5 جنيه الازازة. هناخد يعني هنقوله الربع من كل نوع منهم الا زيت اليقطين بالذات انا هزود منه. زيت اليقطين وزيت زيت النخيل الاحمر دول اكتر اتنين هزودهم على الخلطة بتاعتي. هنضيف كل المكونات دي على بعض وهحطها في ازازة، وهقول لكم بقى هنعمل بيها ايه بعد كده. الازازة دي هتبقى يعني عايزة اقول لكم دي منجم ذهب عندكم في البيت لو انتوا عملتوها. الازازة دي على فكرة يا جماعة واقل منها هتعدي 500 جنيه من شركات عالمية، خدوا بالكم من كده، هتعدي 500 جنيه. وانا عارفة انا بقول لحضراتكم ايه الازازة دي، انا بقول لكم ليه ان هي عاملة زي السحر، لان المكونات اللي فيها كلها مهمة جدا جدا جدا. يعني عايزة اقول لكم ان مثلا ونسيت كمان اقول لكم ان فيها زيت نعناع عشان تبقوا فاكرين. يعني هنتكلم مثلا عن زيت النعناع، زيت النعناع يعتبر طارد للناموس، وكمان الناموس خدوا بالكم وهو بيبقى سبب اساسي للجدري اللي ممكن يسيب الطيور، فنخلي بالنا من الناموس ده، النعناع هيطردهولنا. كمان بيرطب، النعناع بيرطب جسم الطائر كويس جدا، كمان بيهدي يعني بيهدي الطائر كده ويعني ينقي امعائه، وكمان بيعالج الاسهالات، وكمان بيعالج الغازات، كمان بيعالج الامراض التنفسيه بطريقه رهيبه، وبيعالج الكسل والخمول عند الطيور ده زيت النعناع، وكمان بيبقى واقي من البكتيريا. كمان حاجه اليقطين، اليقطين مليان فيتامينات، يعني فيه فيتامين A، في كمان مجموعه بي كومبلكس كلها موجوده فيه، كمان فيه بروتينات ونشويات وفي كالسيوم، كل الحاجات دي. زيت اليقطين كمان فاتح للشهيه وبيعالج الاسهال ومهدئ للاعصاب ومقوي جدا للمناعه، كمان مقوي للجهاز الهضمي بطريقه رهيبه، بيخلي يعني بيعمل على ان الطائر يمتص كل الغذاء اللي جاي له يستفيد منه من الاي تو زد. كمان بيعتبر طارد للديدان، انا هنا بتكلم عن اليقطين. كمان بيهدي من السعال يعني التعب اللي بيبقى في الصدر ده، بيقلل الاجهاد الحراري بطريقه رهيبه بالنسبه للطيور، واحنا هنا في فصل الصيف فبيبقى محتاجينه جدا. بيقلل وبيفتت الحصوات اللي ممكن تكون موجودة في الكلى، تمام، بيقلل لي قوي التهابات الكلى. كمان بيبقى منشط، اليقطين كل ده منشط للكبد، تمام، ما بيخليش الكبد يكون دهون، والدهون دي انتوا مش هتبقوا عارفينها شكلها عامله ازاي، ما تيجي تشرحوا الطائر كده هتلاقوا في بقع كده بيضة، هي دي مجموعه دهون بتبقى على الدهن على الكبد الطائر. كمان بالنسبه للي بيربي كناريا ده مهم قوي ان هما يقدم لهم اليقطين. كمان حلو جدا اليقطين في فتره غيار الريش، لانه بيساعد على طلوع الريش البديل بسرعه، بيقوي مناعه الطائر، كمان بيطلع الريش اللي طالع الجديد ده بيلمع وناعم وزي الفل. كمان بقى مقوي ومحفز جدا، يعني ممكن تستخدموه في فتره التجهيز، حلو جدا تحفه بصراحه.
عايزه اقول لحضراتكم كمان ان هو في كمان زيت السمسم، زيت السمسم ممتاز قوي بالنسبه لان فيه صوديوم ومنجنيز وكالسيوم وكل دوت، وبنسب عاليه جدا جدا، فنسبه معقوله بالنسبه للطائر، مفيده جدا بالنسبه للطائر. وممكن كمان احنا بنستخدم السمسم اليومين دول كبديل للسابيا، لان في نسبه كالسيوم عاليه حلوه محترمه تعوض الكالسيوم اللي كنا بنستخدمه من السابيا. فطبعا السابيا غاليه اليومين دول، فده بديل حلو قوي بدلها. الكميه دي حلوه جدا، نقدر نقدمها لطيورنا. يعني ممكن 5 جرام من الزيوت دي تسحب كده بالسرنجه، 5 جرام من الزيوت دي تحطها على كيلو اكل طري، على الاكل الطري، هتبقى حلوه تحفه وممتازه، وهتمد طيورك بكل اللي ممكن تتخيله واللي ما تتخيلهوش من الاملاح واحماض وبوتاسيوم وكالسيوم ودهون نباتيه، ويعني بصراحه بيظبط الطائر حلو قوي. كمان فيهم داخلهم فيتامين كي، وفيتامين كي حلو جدا للطيور اللي كانت مصابه بالكوكسيديا والكوليستراديا، لان انه المرض دوت بيعمل شويه التهابات في الامعاء وفي الماء وفي الحويصله، فبيؤدي الى البراز المدمر، فده بتبقى تجريح داخل جسم الطائر، ده بيقفل الجروح دي. فيتامين كي حلو جدا للجروح والالتهابات والكلام ده كله. يعني الحاجات دي والتركيبة دي تحفة ممتازة قوي قوي قوي، بنصحكم حقيقي تجربوها، حلوة جدا. كمان اليقطين هيقوي مناعة الطائر بطريقة عالية قوي. خدوا بالكم بقى برضو من حاجة، ان يعني زيت الزيتون كمان لو احنا حبينا نضيف زيت زيتون هيبقى عليه الاوميجا 3 ممتازة قوي، اوميجا 3 واوميجا 6 حلوة جدا. كمان زيت الزيتون هيعالج النتيات المليسة او اللي عندها المليسة، هتقلل التلويث دوت، وكمان النتيات اللي بيبقى عندها احتباس للبيضة. ده احنا يعني بنيجي عند المخرج كده بنحط نقطة زيت الزيتون عشان تخرج البيضة، برضو لو حطيناها على الاكل وفي بيضة محبوسة هتخرجها ان شاء الله. كمان زيت الزيتون يعني بيقوي جدار المعدة، وخصوصا بقى لو كان زي ما انا قلنا لو كان في كوكسيديا او كوليستراديا. كمان بيبقى زيت الزيتون واقي من الامراض البكتيرية، طبعا دي معروفة. زيت الزيتون حلو جدا جدا للهضم، وخصوصا الطيور اللي عندها عسر هضم. كمان بيعدل، يعني زيت الزيتون بيقلل شوية من الاحتباس الحراري اللي بيبقى موجود. كمان برضو طبعا زيت الزيتون منشط للجهاز المناعي، حلو قوي. اقول لكم ايه اكتر بقى من كده، نيجي بقى كمان لحبة البركة. حبة البركة لو نبص لها كده ونشوف تركيبها اصلا بتتركب من ايه، بتتركب تقريبا كده يعني من نسبة كبيرة، يعني تكاد تكون مثلا 21% بروتين، والبروتين ده بنزود بيه بنكبر بيه الفروخ اللي عندنا لو حبينا ان احنا نزود وزن الفرخ او نكبر الفرخة على طول. فيها مثلا تقريبا 38% كربوهيدرات، ودي الكربوهيدرات دي خاصة بالطاقة، بتدي طاقة للطائر كده ويعني قوة للطائر. كمان فيها، ده بالنسبة لحبة البركة، كمان فيها نسبة 35% من الزيوت النباتية، ودي يعني الزيوت النباتية بتعمل وقاية من الأمراض. كمان فيها مجموعة من الفيتامينات، فيها فيتامين A، فيها فيتامين B6، وفيها مجموعة برضو فيتامين B، ولو انها مش كاملة يعني مثلا 3 عناصر من فيتامين B، بس حلوة جدا. فيها كالسيوم، فيها بوتاسيوم، كمان فيها مضادات للالتهابات. حبة البركة كمان بتقوي للأعصاب والمفاصل، وكمان بتعالج الربو اللي ممكن يجي للطيور، والطيور فعلا ممكن يجي لها ربو نتيجة الهبوة اللي بتطلع من الريش أو مكان يكون فيه أتربة وما شابه. كمان أقول لكم كمان إن ممكن يعني حبة البركة تعتبر مضاد سموم طبيعي حلو جدا جدا. كمان بتمنع زي ما احنا قلنا اللي هو الدهون اللي بتيجي على الكبد دي، بتقللها قوي حبة البركة. زي ما انا قلت لحضراتكم كده الحاجات دي حلوة جدا جدا، يعني يا ريت ما تستغنوش عنها بالنسبة للطيور. قدموها مرة في الأسبوع على الوجبة الطرية، يعني 4 مرات في الشهر تمام، أو عايزين تجربوها مرتين في الشهر هتبقى زي الفل وحلوة جدا جدا. اللي ما يعرفش الجرام يعمل قد إيه عشان مش هيعرف يوزنه بميزان حساس مثلا، الجرام بيعمل حوالي من 7 ل9 نقط، فانتوا دربوها كده
وظبطوا الاكل بتاع الطيور وحطوا منها للطيور، ان شاء الله باذن الله بتجيب نتائج حلوه قوي قوي، وكمان يعني مش غاليه، سعرها حلو قوي، ويعني مش حاجه ان احنا ب 40 50 جنيه مثلا زي كده عملنا ازازه هتعدي ال 500 جنيه، زي ما هنا بقول لحضراتكم كده في الصوره، انا بضيفها على الوجبه الاكل الطري وبقدمها لطيوري، ما ببقاش خايفه من اي حاجه، كلها مواد طبيعيه، كلها حلوه جدا، مش بتاثر طبعا على لو في زغاليل لسه طالعه، بالعكس دي بتبقى كويسه قوي. الوجبه يعني مغذيه جدا جدا والله بجد، احنا ظالمين فعلا الزيوت الطبيعيه في استخدامنا ليها. احنا ممكن نعمل مثلا، هقول لكم تدريبه كده، مثلا 5 جرام من الزيوت دي هنحطها على الكيلو هتبقى حلوة قوي، لو كيلو حبوب، خدوا بالكم لو كيلو حبوب، ولكن لو هنستخدمها على الحبوب زي ما انا بقول لحضراتكم يبقى استخدام لليوم الواحد، يعني شوفوا انتوا بتستخدموا قد ايه للطيور بتاعتكم في اليوم في وجبة واحدة حبوب، وتضيفوا الكمية دي. اما لو هتعملوا الاكل الطري فهو كده كده معروف ان هو هيبقى لاستخدام الساعة او الساعتين بس للطيور. جربوها ان شاء الله هتلاقوا منها فايدة حلوة قوي، هتلاقوا بصراحة يعني انا بلاقيها في مثلا في الامراض التنفسية بتبقى حلوة قوي، لو في شوية برد جايين للطيور ماشي بتظبط الدنيا، لو هو ضيق التنفس شوية بتظبط الدنيا، لو الريش مش مظبوط عندنا برضو بتظبطها حلوة قوي، لو عايزين نكبر حجم الزغاليل برضو شغالة معاهم وبتدي نتائج حلوة برضو جدا، صحة عامة للطيور كمناعة وكأعصاب وكعلاج من يعني زي ما قلنا فيتامين كي بيعالج من الإصابات اللي بتيجي من الكوكسيديا والكوليستريديا، فموجود فيه الأوميجات كلها موجودة فيها. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، واكتبوني في التعليقات إيه رأيكم فيها، منتظراكم طبعا، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جاي.